حياكم الله. تعرضت أوروبا على امتداد السنوات الماضية لعدد من الهجمات الإرهابية، إلا أن الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 من نوفمبر الجاري في عدة مواقع كانت صادمة بوصفها الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية في فرنسا. فقد أوقعت التفجيرات الثلاثة في محيط ملعب فرنسا في ضاحية باريس الشمالية وتحديدا في سان دوني، بالإضافة إلى تفجير آخر وسلسلة من عمليات القتل الجماعي بالرصاص في 4 مواقع. أوقعت هذه العمليات النوعية ما يزيد على 130 قتيلا وجرح ما يزيد على 368 جريحا. وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث في اليوم الموالي. وكانت فرنسا قد شهدت يوم 7 يناير الماضي حادثا إرهابيا آخر تمثل في إطلاق النار في مقر جريدة شارلي إبدو، نفذه الشقيقان الفرنسيان سعيد وشريف كواشي، وأدى الحادث إلى سقوط 12 شخصا وإصابة 11 آخرين. وموازاة مع هذا الحادث، قتل إرهابي فرنسي آخر يدعى أميدي كوليبالي 5 أشخاص في احتجاز رهائن من بينهم شرطية و4 يهود فيما يعرف بحادث بورت دو فينسان. وأعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في شريط فيديو بث بعدها تبنيه عملية شارلي إبدو. وفي النرويج في 22 من يوليوز من العام 2011 قام إرهابي من اليمين المتطرف يدعى أندرس بيرينغ بريفيك بتفجير قنبلة قرب مقر الحكومة النرويجية بأوسلو موقعا 8 قتلى، ثم قام بعدها بإطلاق نار عشوائي في مخيم صيفي بجزيرة أوتويا ما أدى إلى مقتل 69 شخصا، كما أدى الحادث إلى جرح 151 شخصا. وعرف هذا الإرهابي النرويجي بنزوعه المتشدد ضد التنوع الثقافي المغرق في العنصرية. كما شهدت العاصمة البريطانية لندن في 7 يوليوز العام 2005 4 هجمات تفجيرية منسقة في ساعة الذروة ب3 قطارات مترو وحافلة، وأدت هذه الأحداث الإرهابية إلى سقوط 56 قتيلا وما يزيد على 700 جريح. وتصنف هذه التفجيرات الإرهابية في لندن كواحدة من أعنف الهجومات التي تتعرض لها بريطانيا منذ تفجير طائرة لوكيربي عام 88، ليتبين فيما بعد أن مفجري القطارات في لندن كانوا 4 شباب بريطانيين، 3 من أصل باكستاني و1 من أصل جامايكي. ولعل الهجوم الذي شهدته العاصمة الإسبانية مدريد في 11 مارس العام 2004 كان الحادث الإرهابي الأعنف والأثقل من حيث الحصيلة خلال سنوات 2000، فقد أدى انفجار 10 قنابل في 4 قطارات في مدريد وضواحيها إلى سقوط 191 قتيلا وأكثر من 1500 جريح. وأثبتت التحقيقات فيما بعد أن منفذي هذه العمليات كانوا من خلية استوحت فكرها من تنظيم القاعدة.